المدرسة بدت خلاص المدرسة التزام قاعدة من الصبح دوار مرفزة يا حبي يا حبي درس مواد نشاط حفظ من أعراض انتهاء الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد هو إنكم تحسوا بألم في بطنكم، يعني بطنكم بتعوركم. طبعاً ما في طالب أو طالبة على وجه الكرة الأرضية بطنه ما عورته لما سمع بس إنه المدرسة راح تبدأ أو راح تفتح. هذه النقطة بالذات لا جدال فيها، الكل لازم يكون حسها، لازم. وبتحسوا بقبضة في قلبكم، مو كأنكم داخلين مدرسة، لا 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 لا، كأنكم داخلين صالة إعدام بعيد عنكم. بتحسوا حياتكم راح تنقلب، نوم بدري، ما في سهر، ما في نت، ما في تلفزيون، ملذات الحياة خلاص انتهت. بتحسوا إن نفسكم تنسد، ما لكم نفس للأكل أصلاً، لو يجيبوا لكم بيتزا، برجر، شيبس، كل شيء، نفسكم ما تتقبله. رغم انكم في الاجازه كنتوا ممكن تاكلوا باثنين بالثلاثه، بس لما تبدا تسمع بس كذا انه المدرسه بدات خلاص النفس تنسد. بس احب ابشركم، تنسد نفسكم، تنفتح نفسكم، المدرسه راح تفتح، يعني راح تفتح. لما يجي اخوانكم يقولوا لكم المدرسه راح تبدا الاسبوع الجاي تقولوا لا عادي، يعني ايش يعني المدرسه بدات عادي، ولا على بالي اصلا، انا متعوده اروح المدرسه عادي. بس من داخل قلوبكم بتتقطع تقطيع من الألم، تتذكروا انه راح تبدا الاختبارات، راح يبدا الحفظ، تسميع، خلاص هم هم طفش. الله يعينكم. لاحظين ان انا اليوم لابسة ازرق علشان احفزكم واتضامن معاكم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. كيف انا معاكم؟ اساندكم صح؟ التحضير لأول يوم دراسة هو أصعب يوم في الحياة، والله أصعب يوم في الدراسة كلها أصلاً، لأنكم ما تقدر تناموا، للصباح بتكونوا صاحيين، مو من الفرحة لا لا لا، بس من الهم اللي راح يبدأ. أول يوم دوام الصباح بتحسوا بصداع وبتحسوا أرجلكم مو قادرة تحملكم، يعني كده يدوب بتسحبوها السحب، تزحفوا زحف علشان تروحوا للمدرسة من قوة الخوف والتوتر والهم والزعل اللي انتم داخلين عليه بأرجلكم. من الآن لازم تجهزي نفسك علشان تسمعي هذه الأسطوانة كل صباح. شيلي الروج، قصقصي أظافرك، لمي شعرك، خلعي السلسال واعطيني سويرتك، ويلا الحقيني على الإدارة. نعم يا أختي. وصلنا لنهاية الفيديو، بس هذه المرة راح أختم الفيديو بنهاية غير المعتادة. راح أقولكم أنا من أي نوع من اللي ذكرتهم قبل شوي، بكل فخر وتواضع أنا كلهم. والله أنا كلهم. يعني أول ما أسمع كلمة المدرسة بطني بتعورني، ما أقدر أنام للصباح، يجيني صداع، رجلي بتثقل، أول أسبوع في الدراسة أنا ما أروح أصلاً لأني أكون عايشة في حالة اكتئاب. إيش كمان ذكروني أنا إيش قلت قبل شوي؟ بحس بقبضة في القلب، بحس إنه خلاص حياتي راح تنتهي، نهاية العالم أصلاً، رغم إني شاطرة في المدرسة ومن الأوائل، لا ويفوتكم، كمان بحصل على جائزة الطالبة المثالية. بقول لكم كمان عني شيء كنت أسويه أيام المدرسة، يعني لو كانت الإجازة مثلا خميس وجمعة وسبت دوام، أنا يوم الأربعاء عندي إجازة، ولا يوم السبت عندي إجازة، كذا كيفي طول السنة وأنا على هذا الحال. ولا إذا كان مثلا الجمعة والسبت إجازة، أنا عندي يوم الخميس إجازة، يعني لازم لي إجازة من عندي مو من عند المدرسة، يعني من رأسي أنا. طبعا موالي بطني تعورني ما ابغى اروح المدرسة، بالفعل ما اروح المدرسة وطول السنة اقضيها بطني تعورني. يمكن ماما لو الان شافت الفيديو او بابا راح يضحكوا علي، راح يقولوا يا بنت الذين كنت تمثلي طول هذه السنين. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا تقولوا لي انتم من اي نوع تحت في خانة التعليقات، والان يلا اشوفكم فيديو جديد، باي.